انطلقت يوم أمس في المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي فعاليات أيام التراث العالمي بحضور الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة مجلس أمناء المركز وتأتي هذه الفعاليات احتفاء بالذكرى العاشرة لتأسيس المركز الإقليمي في البحرين والذكرى الخمسين لاتفاقية التراث العالمي وأكدت الشيخة مي أن المركز حقق منجزات قيمة بفضل الدعم الكريم من الداعم الأول للعمل الثقافي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والتوجيهات والرؤية الحكيمة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المركز ومنظمة اليونسكو والهيئات الاستشاريه لاتفاقيه التراث العالمي في حفظ وصون مواقع التراث العالمي العربيه